ومن جملة وصايا السلف للشباب ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن حماد بن زيد قال: دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه، دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذا الحديث فإنه من دينكم، انظروا ممن تأخذون هذا الحديث فإنه من دينكم. وهذه وصية عظيمة جدا، وأن الشاب المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله له على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات، أهل الدراية والبصيرة الأكابر في العلم، من رسخت أقدامهم في العلم، لا أن يأخذ العلم عن كل أحد، وإنما يأخذ العلم عن أهله الذين هم أهله ممن رسخت أقدامهم فيه.